يلا. لا وجود اليوم لمجتمع مسيج لا تخترقه أشعة الشمس أو تزحف نحوه الرمال المتحركة. بص يا حبيب قلبي، مسيج هو تحت بيسألك أهو، مسيج هقول فيها برضه هساعدك، ده القصر أو الفيلا اللي بتسكنها سعادتك. وبما إن أنت يا دكتور تركي، إخوانا اللي بقول لك هخليك تكتب بس استنى عليا، بما إن أنت راجل مهندس كبير زي الجرايد اللي معانا، أنا عارف إن هو ميوله هندسية شوية، هتبني سياج قوي حول القصر اللي سعادتك بتملكه. سياج قوي يا شيخ عبود، سياج قوي يا دكتور تركي. طب كويس جدا، سياج بقى معناها معاك 30 ثانية. نسمع اللي رافعين ايديهم. باسل، حد جاوب؟ انا ما اعرفش مين اللي اجاوب محاط. باسل اتفضل جاوب يا زيزو. عالي عالي، والله ممكن هسمعك. جاوب يا دكتور تركي. محاط يا شباب. محاط يا أستاذ. جاوب يا ملاذ. محاط. محاط. جاوب يا دكتور يوسف. هو مفيش خيار تالت؟ حبيب قلبي يا يوسف، يا عسل، ده انت واد عسل. طب انا هحتفظ بيك يا يوسف دلوقتي، خلي اجابتك دي عايزها بعد شوية. ها، في حد تاني؟ طب اللي عايز بص قول يا ريما. حالي. عالي. قول يا دكتور داري. محاط. محاط. طب الأغلبية محاط، وعندنا زياد وريما قالوا عالي. قول يا زياد لماذا عالي؟ لأنه ممكن السياق المحاط يكون محاط بس ما تخترق الشمس يعني، بس عالي ما يخترق. طيب قول يا دكتورة ريما، هرجع لك يا زيزو، لماذا عالي يا دكتورة ريما؟ لأن قال اللي يخالف كلمة مسيج. دكتورة ريما بصي، اخواننا اشهدوا على اللي انا هعمله مع ريما دلوقتي، اشهدوا. شاهدين؟ شاهدين؟ تهديد. ريما وصلت؟ وصلت؟ بصراحة، بصراحة تستاهلي أكثر من ذلك. شكرا. إخواننا ركزوا معايا كده، ركزوا معايا، ركزوا معايا. شوف ريما انتبهت لإيه؟ يا الله، والله لغم يا أستاذ. عايز اللي بيخالف؟ أيوة يا حبيبي، عايز اللي بيخالف. لا إله إلا الله، ده أنا عارف يا أستاذ إنه مسيج معناها محاط، وليس عندي ذرة شك في كده. آدي القصر أهو وحواليه سياج. يعني إيه سياج يا أستاذ؟ يعني سور، وكلمة سور يعني سياج، يعني محاط به. فعلا على رأي إخواننا المرة اللي فاتت وقعنا في الفخ. ما زلت محتفظ بالصورة دي، عملت لها سكرين شوت لأن عجبني تعليقكم ما شاء الله. طب انت وقعت في الفخ مرة تانية يا شيخ، واستطعت خداعك لحد ما جاءت المنقذة البطلة الدكتورة ريما، وأنقذت المجموعة كلها من سقوط مدون كان هيبقى شكله وحش جدا. يا اخواننا انا عايز ما يخالف معناها، وليس عايز معناها هي. وصلت يا جماعة الخير؟ وصلت ولا لا؟ وصلت. حلو جدا، يعني الدكتورة ريما احنا بنشكرها بصراحة، أنقذتكم. تمام. نيجي بقى مين من الشباب اللي كان قال هو أنت جايب سؤالين بس، المفروض يبقى فيه أكثر من خيار. أنا بس. دكتور يوسف. دكتور يوسف، أنت ميولك نحو المحاماة يا دكتور يوسف؟ لا أبدا. طيب لا أبدا، بس أنت تنفع تكون محامي شاطر لدرجة انك ممكن تسيب كل حاجة وتشتغل في المحاماة، لانك هترفع عليا قضية تعويض وتروح للقاضي وتقول له وليد عزمي ظلمنا وجاب لنا خيارين اتنين بس وخيرنا بينهم، رغم انه قواعد امتحانات قياس توجب ان وليد عزمي لما يجيب 4 خيارات وليس اثنتين فقط، وليس اثنين فقط، وتروح رافع عليا قضية القاضي يحكم لك يا دكتور يوسف، وكمان تطلب تعويض وممكن تاخد لك 1,000,000 ريال. سيبك بقى من التعليم وتفتح لك مشروع وتبقى راجل زي الفل. ايه رأيك يا دكتور يوسف؟ لا تعز عليا يا مستر، انت راجل زي العسل. حبيبي
أسعدك الله يا شيخ. طب بصوا يا اخوانا معايا، وحاولوا تركزوا معايا لو تكرمت، ركزوا معايا كده يا اخوانا. انا اديتك خيرين اتنين بس، انا ظلمتك وبعتذر، قبلت عذري؟ قبلنا قبلنا يا استاذ. اسعدكم والله، انتوا كرماء يا شيخ. وانا عشان اثبت حسن النية يا دكتور، اديني بديك السؤال كاملا اهو بالاربع خيارات. بس قبل ما اديك السؤال بالاربع خيارات، خلونا ناخد القاعدة. القاعدة بتقول ايه يا شباب؟ افهم السؤال ايه؟ جيدا. افهم السؤال جيدا. افهم السؤال جيدا يا اخي، افهم السؤال جيدا. استاذ خلاص يا استاذ، لا لسه، افهم السؤال جيدا يا استاذ، كفاية. طيب حاضر، افهم السؤال جيدا، وكمان افهم السؤال جيدا. وصلت يا جماعة؟ وصلت. وصلت. بس قبل ما كده انا بعتذر لك طبعا، وادي يا سيدي السؤال اهو، وادي الاجابه بتاعتنا، وجزاك الله خيرا. ننتقل للجزء اللي بعده. بسم الله. ها ننتقل. ايوه طيب ايه ننتقل ازاي وانا خدعتكم يا شباب؟ وقعتم في الفخ يا شيخ، المشكلة بالصاد جميع ما يخالف الكلمة. وقعتم في الفخ يا شيخ، أنا عاوز معناها بجد. وقعتم في الفخ يا شيخ. اقرأ السؤال كده. أستاذ عكس السؤال اللي قبل يا أستاذ، أيوة نفس المعنى حقت ده، أنا عمال أبوس رجلك وراسك وإيدك فوق وأقول لك افهم السؤال جيدا. وبعد ما أخلص يا رجل أخدعكم في لحظة، يا رجل يا مؤمن، ده انا لسه ما خلصتش وانت تقول لي كفايه يا استاذ. ترى فهمنا يا استاذ خلاص. ها خلي بالك بقى، خلي بقى. طبعا انت وقعت في الفخ، ويعني سبحان الله، وفي الليله الظلماء الظلماء يفتقد البدر. فين كريمه دلوقتي عشان تنقذينا؟ للاسف الشديد يبدو ان ريما راحت تتعشى وتتغدى. طب المهم، وصلت يا اخواننا الفكره؟ ها خلي بالك، السؤال لازم تفهمه جيدا. شوف هو هنا عايز منك يا شيخ، جميع ما يلي يخالف كلمة مسيج باستثناء. ترى كل اللي جاي ده بيخالف ما عدا، يبقى هو عايز اللي بيخالف ولا اللي بيوافق؟ يوافق اللي بيوافق. يبقى اللي بيوافق كلمة مسيج معناها محاط، كلمة مسيج أصلا معناها محاط. وصلت يا جماعة الخير؟ وصل تمام التمام التمام، الحمد لله.